السلام عليكم، صباح الخير ومساء الخير. واليوم إن شاء الله جولتنا رايحين لمنطقة القصور اللي هي تابعة لمحافظة مبارك الكبير. احنا نشوف الحين القصور، اعتقد هذه قطعة سابعة، اعتقد والله أعلم. إذا أنا غلطانة يا ليت تصلحوا لي في التعليقات. منطقة القصور صورت التقرير هذا في يوم 4/9/2024، يصادف يوم الأربعاء الساعة 6 الصبح. ومثل ما أنتم عارفين يعني هذه الحزات لحد الآن يعني لا بدت المدارس ولا الناس بدأوا يطلعون، فراح تشوفون تقريبا انها خالية. احنا تعودنا ان النمطية في تغطيتي لهذه المناطق بهذه الاوقات عشان الواحد ياخذ راحته. شكل ما نشوف ان القصور 7 قطع، والقطعة السابعة تقريبا كبيرة اللي شفناها مساع على الاطراف قبل لا ندخل لها لين الجزء الخلفي لها، ما شاء الله يعني كبيرة القطعة هذه وكلها بلل. فنرد ونقول إن الاستراتيجية في توزيع البيوت في دولة الكويت للإسكان تتكون من كذا نمط. في القصور موجود الفلل والبيوت للدخل المحدود، ما فيها دخل المتوسط ولا فيها أي شيء ثاني غير النمطين هذولا. فقطع 7 ما شاء الله ما أخذ النصيب الأسد من باقي القطع، هي الفلل اللي نشوفها الآن على إيدنا الشمال وإحنا ماشيين في الطريق تونا داخلين المنطقة. المنطقة أنا بالنسبة لي أعوذ بالله من كلمتانا وايد مريحة، نفها وحلوة وما شاء الله لا قوة إلا بالله، تعتبر بالنسبة لي أنا كنها نمبر 1 بالنسبة للتشجير. يعني التشجير اللي فيها تصميمه حلو وخضارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، واضح إنه مسقي عدل يهتمون في سقايته سواء بالشوارع أو عند البيوت، هذا واضح بارز نفسه صراحة. وأعتبرها أنا تقريبا لو بالتقييم تقولون لي من 5 أعطيها 4 من 5 بالنسبة حق التشجير، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليهم بالعافية. فشكل ما قلنا أو قلت لكم أو ما قلت لكم إنها تابعة لمحافظة مبارك الكبير، لازلنا نحوس في هذه المحافظة. القصور فيها مدارس، أعتقد فيها 3 روضات ما شاء الله، ناهيكم عن الأفرع المنتشرة. ولو أن جمعيتهم مو كبيرة يعني بالحجم، إنما الأفرع تقريبا إذا ماني غلطانة في كل قطعة فيها فرع، فالكثافة السكانية واضحة في هذه المنطقة. المدارس كذلك بدءا من رياض الأطفال إلى الثانويات موجودة في هذه المنطقة. اللي يتواجد في هذه المنطقة اللي هي القصور يلاحظ إنها مرتبة ونظيفة، وهذا نمط أبي أراويكم إياه، إن في شكل يسمونه الأمريكان نيبرهود، في جزيرة بالنص لمواقف السيارات وحيط دار مدارها البيوت. أنا أعتقد لو في أحد داخل هذه المنطقة ومطارد، لو يسدون بس سيارة كذي عن المخرج راح يحكرونه داخل. هي هذه النمط راح نلقى موجود في العدان، نلقى في القصور، في القرين، ممكن مبارك الكبير،
يصير فيه كذي، اللي هي الحارة اللي هي مقفلة لها مدخل واحد، وبالنص يكون في مواقف سيائر. أنا تعمدت أصوره لكم عشان لو تكلمت عنه على الأقل يكون بيان بالعمل. هذه روضة ثانية، مساء صورنا روضة، وهم بعد موجود فيها اللي هو فرع الجمعية. دواوير وايد في المنطقة لاحظت، ولو أني أنا يعني إحنا نيها تقريبا لأنها بيت واحد من أخواني عسى الله يحفظه موجود فيها. شوفوا الحمام ما شاء الله. هني ما بين قطعة ستة وما انتبهت قطعة اللي مقابل لها شنو، هم في مدارس دواوير، ولقيت شيئين. أولا هذا المركز، مركز الشيخ المرحوم بإذن الله عبد الرحمن السميط للعلوم الشرعية وتحفيظ القرآن. عبد الرحمن السميط غني على التعريف رحمة الله عليه. والشيء الثاني لقيت حديقة أعتبرها إذا التقييم من 5 أعطيها 5، صراحة وايد حلوة. الشير، النمط الشير اللي فيها حلو، تهذيب الشير وتشذيبه وايد متعوب عليه. نزلت قلت إلا أدخلها وأصور فيها، وفعلا هذا اللي حصل. هذه المنطقة اللي حوالين الحديقة هي حديقة قطعة أعتقد واحد، لا قطعة أربعة، تمام قطعة أربعة في القصور. الحديقة هذه حتى حجمها مناسب، يعني لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. ولقيت شباب يمارسون رياضة المشي، اطلعوا لميت، فالحديقة كلها لي لوحدي. هذا مدخل واحد من المداخل، تقريبا 3 إلى 4 مداخل أعتقد فيها تسهيل الوصول لها. فقلت تمشي، حتى الأجواء هاليومين ترى فيها وحلو وكسرة حر، خف الحر وايد. اسألوني أنا كلها برا. فشوفوا الشير شلون ما شاء الله مرتب وأخضر لأنه مسقي. هني وقفت طقيت تحية لعلمنا، علم الكويت عالي عسى الله يحفظ الديرة، ويا رب يحفظها ويخليها لنا يا ربي وبلاد المسلمين من كل شر. فالتمشي فيها مع الأجواء هذه حلو ومناسب، يعني أعتقد بداية تغيير جو أعتقد والله أعلم. فنضيف أشكل ما تشوفون، والشير مختلف أنواعه، يعني مو ماشي على نمط واحد. وهذا بعد سارية لعلم الكويت الحبيب، يرفرف عالي عسى الله يحفظ هالديرة وأهلها وحكامها يا ربي من كل شر. والله استمتعت في التمشي فيها، ومكان لعب الأطفال لا بعد نصيب، والمكان مرتب أوكي، ما في ألعاب وايد ولكن المطلوب، يعني هذه الألعاب اللي أهالي يحبونها. هم أنا اللي دزيت الألعاب هذه الأراجيح عشان تتحرك، لا تخافون. البعير لهناك أنا أول مرة أشوف البعير، يعني مسوي له مجسم، ما أدري شو زعلان. تدخل أطلب بيها وأشوف ملامحها، شنا باكي
والبعير أوكي بيئة البرية وهذا البيئة البحرية حلو المكان بصراحة، مرتب وعليهم بالعافية الكل من أصغر واحد لين أكبر واحد. حلو، يذكرني بزرع الأحمدي، عشان تذكرون تقرير الأحمدي مشابه. هذا جسر كان شفتوه أنا جاية، قلت خل أركب، اللقطات من فوق حلوة. هذه بوابة ثانية غير اللي دخلت منها، تودي سيدة على الجسر للضفة المقابلة، فقلت خل أركب وأصور من فوق، هم الفيو حلو، وايد حلو الفيو مني ومني. هذا الصوب الثاني، إذا رحنا سيدة راح نوصل للجمعية الرئيسية مالت القصور. فقلت شوية استراحة محارب على هذا الجسر ونكمل. هذه الممرات عجبتني بعد، كلها زرع ومرصوف عدل. فعليكم بالعافية يا سكان القصور. هذا مسجد جامع أعتقد، لأنه كبير ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى تسلم إيد اللي سواه. هني نكمل لباقي الجولة، متجهين إلى الجمعية الرئيسية مالتهم، وأتمنى أن يعني يعاد بناؤها بما يتناسب مع حجم المنطقة والكثافة السكانية، لأن أعتبر أنا دخلتها مرة أعتقد، يعني مو كبيرة. لكن كل الخدمات فيها، حتى مكان البريد، مكتب البريد، وهناك شغلة حق الشؤون. هذا مكتب البريد، بنوك، خدمات كثيرة، يعني مطاعم. زهور، التأمين، صيدلية، هذه الجمعية. احنا أهم شيء عندنا المطاعم. هذا بعد مسجد ثاني يكون يم الجمعية. الحمد لله الواحد يحس بالأمن والأمان في مناطق الكويت، فعسى الله يتمم علينا يا رب، يبعد عنا الشر وأعين الحاسدين والمتربصين، عسى الله يبعدهم عنا. لاحظت أن المنطقة مرتبة ونظيفة بالأمانة، المدارس والمساجد في كل مكان ولله الحمد. عشان الساعة 6 ما شاء الله الشمس تعكس بالوعي، صعب التصوير شوية. هذه البيوت الحكومية، في بيت أنا صورته قلت أراويكم إياه كنموذج للنمطية في بيوت الحكومة، لأن أغلبها تغيرت وعادوا بنائها. فشوي إن شاء الله أراويكم البيت اللي صورته. يعني كلها بيوت حكومة عادوا بنائها عشان يتوسعون، كبروا عيالهم عسى الله يحفظهم، وتزوجوا ويبونهم معاهم في البيت، فهذا هو السبب. يعني الأرض موجودة، فكله بس الواحد يبني وخلاص.
هذا البيت، هذا بالضبط البيوت الأصلية لبيوت الحكومة اللي توزعت. أي شكل ثاني من صوب البيوت الحكومية كان أصلها كذي وغيروها لما أعادوا بناء أو يعني ترميمة أو تغيير الواجهات أو 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 أو. الدواوير والزرع ما شاء الله يملي المنطقة. الأفرع والمساجد ما شاء الله بكل مكان، مع المدارس، رياض الأطفال. هذا الفرع والخدمات معاه، حتى تقوية إرسال الواي فاي والإنترنت يعني موجود.